هذا كتاب صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، وهذا الجواب يكون لك ولهذا المتصل أيضا. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تبع دار إحياء التراث العربي، طبع سنة 1422 في دار إحياء التراث العربي. أعزتنا المشاهدين تفضلوا وانظروا في هذا الكتاب. كتاب الفتن، كتاب الفتن حديث رقم 7049. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرتكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك. ليرفعن إلي رجال منكم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قائم على المنبر، إلا جالس على المنبر، إلا جالس في حلقة، إلا يمشي، ولكن يتكلم هذا مع الصحابة. ليرفعن إلي رجال منكم، فهذا منكم كم، هذا هم الصحابة، هذا ليس خطاب لي، خطاب للصحابة. أنا فرطكم على الحوض، أنا أتقدم وأكون على الحوض الكوثر قبلكم. ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، أصحابي سحبوني مهاجرون والأنصار، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا في البخاري.